حاب أحكي لكم عن طريقة خاطئة وبتأثر سلبي على نفسية الأطفال من خلال أخطاء الأباء في التربية، وهي الإهمال. هو إنه يترك الوالدين الطفل من غير ما يشجعوه على أي سلوك صحيح عمله، أو إنهم ما بيتجاوبوا معاه وبيتركوه من غير ما يحاسبوه إذا عمل أي سلوك غلط. وممكن الأهل مش مهتمين بالطفل بسبب انشغالهم الدائم بالشغل أو إهمال مستمر إلهم، فالأب بيكون معظم وقته مسافر أو بالشغل أغلب الوقت، وبيجي بحط راسه بينام، بيكون تعبان وبيكون الأطفال نايمين، والأم بتكون مرات مشغولة بالشغل أو عندها زيارات كتيرة أو حفلات أو بتروح على الجيم أو على التليفون وبتهمل الأطفال. أو لما تهمل الأم متطلبات واحتياجات الأطفال من أكل وشرب أو لبس وغيرها وغيرها. وهون الأبناء بيفسروا هذا الأمر على إنه نوع من أنواع النبذ والكراهية والإهمال، وبينعكس سلباً عليهم وعلى نموهم النفسي. وممكن في بعض الأهل لما يجي ابنهم ويكون عمل إشي معين وفرحان كتير بهذا الإنجاز، مثل رسمة معينة أو حل مسألة أو ركب لعبة البازل، بلاقي الأب والأم بيستهزئوا عليه وبيخربوا له الإشي اللي عمله، وبيطلبوا منه إنه ما يزعجهم بهيك أمور مش مهمة، وبنظرهم مش مهمة لكن بنظر الولد مهمة كتير. أو لما يجيب الطفل علامة كتير كويسة وما يهتموا ولا بيكافئوه عليها لا معنويا ولا ماديا، ويا ويله إذا جاب علامة سيئة ببلشوا صراخ عليه وحرمانه، وبهيك بكون الطفل انحرم من حاجاته للإحساس بالنجاح. ومع تكرار هالأمر رح يفقد الطفل مكانته في الأسرة وبيشعر بالعدوانية تجاه الأسرة وبيفقد حبه لهم. وبس يكبر رح يبدأ إنه يدور على مجموعة أصدقاء بينموا إله اللي انحرم منه، وهذا بفسر هروب بعض الأبناء من البيت إلى شلة الأصدقاء علشان يلاقي اللي بيشبع فيها حاجاته المفقودة في البيت. وخطورة الموضوع إذا كانت شلة الأصدقاء هم رفقاء سوء، ونتاج المستقبل بيكون عنده بعض الاضطرابات السلوكية مثل العدوان، العنف أو ضرب الآخرين أو العناد أو حتى السرقة أو إصابة الطفل بالتبلد الانفعالي وعدم الاكتراث بالأوامر اللي بيحكوها الأهل.